الحاج عمي الحاج قويدر نعم قماري، نعم ممكن تورنا فيه زايد؟ ها فيه زايد فيه زايد اي ما نجمش نقول لك زيادة، راني من 90 لهيه. الله يبارك العمر، من 90 لهيه الله يبارك. ايه حفظك الله وامدك الله بالصحة والعافية. امين. وراك تخدم هنا يا وش هي كيفاش جاتك الفكرة باه تخدم في البلاصة هذه؟ هذه من بيت ربي بمسيت كل بلاصة ربي ما كتب ليش فيها المكتوب. وهذه أحمد من بيت ربي جيت هنا. من بيت ربي جيت هنا، هذا الحجر وكان قلبته كل هذا راني فيه 12 عام. وقتها حجيت وقتها؟ هذا كان 2010. 2010. حتى 2009. من الحجة جيت هنا. نعم. وبديت تخدم في ذي البلاصة هذه. نعم. متطوع. متطوع. قام متطوع. ايه متطوع هذه بلادنا هذا سيور. راك فاهم هذوك؟ هما سيور. هذول ذكرها راس جبل. هي سيور. عرش الرفقة. وانا هي طارت لي هذا البلاصة بالسيف. هذه نعمر فيها ونخدم فيها. تعمر فيها درتها اشجار وكاش كريميسات ولا والو. لا ما يجيب ربي ما خلاوهمش خيار ما خلاوهمش. والرميمينات الثاني تقول فارقين عليك. لا ما خلاوهم دراري. اي دراري ما خلاوهمش. خدمة الارض كي نقولوا خدمة الارض. اي يقول لك بكري الارض اللي يخدم تعطي اللي يخدمها. نعم يعطي اللي يخدم. ومسعد معروفة باللي ارض فلاحية. انا فلاح. انا هو الحق حلاح. ومن بكري ساكن في مسعدة. هي من بكري خالق انا. تعرف الشوشة منطقة الشوشة تعرفها؟ ايه البحار تاع الشوشة تعرفهم؟ اي نعرفهم. تعرفش واحد الفلاح بكري ثم يقول له بالخير مبوطة؟ نجس. انا كنت من زويلة. من زويلة جيت هالبلاصة هاي. وتجيها الصباح هنا على قداه تجي هنا؟ اسمني والله الصباح والله. تجي تمشي؟ نعم اول. هالحجرات كل اللي قلبتها وكل خدمتها. وهاني رانا رايحين بدا نديروا من البسان. آي. هذا راه بسان اي هذا الصغير راه بسان هذا بدا بالحجره. اي بالحجره. وهذاك راهني بسان. الكبير هذاك. يعاونوا فيك الشبيبه ولا والو؟ ما عاونوا فينا، عاون فينا ربي سبحانه. ما عاون كنت ساعه ما نجيني من خاوتي والولاد هذول ساعه ما نهز لي حجره والله حاجه. تفنيين والله بهم تفنيين. هي بهم تفنيين. بهم الحذاء بهم تفنيين. يا هذه الحجره ما قتلتهاش. هذه البوكله جابوها من هاك في الطين. جابوها هنا ولحوها هنا وما قومش نعافرها وما قومش نحها وما قومش راها وحده حذاها راها ثاني هاي ورا حذاك هذ الحجرات الكبار. هاي وش هي الدعوه اللي تدعيها لنا؟ دعي لنا دعوه. دعي لنا دعوه الخير ان شاء الله لينا والمؤمنين. رانا نعمروا في البلاد متكلين على ربي. وحنا ولاد البلاد ولاد الدولة كل الحمد لله. أنا العمر في بلادنا خير من بلاد أخرى. وكل من دي أعطينا مالا عمي قويدل أخويا مالا تشتد زاير تايا. يا تشتد زاير هو أنا الزاير ليا وحنا خضار. أحنا هلا والزاير يقبل أسهله. وش تقول للشبيبة؟ وش تقول لهم على الزاير؟ وش تقول لهم؟ وش توصيهم؟ الشبيبة دعوة الخير يرحم والديكم بدعوة الخير ونعطهم بدعوة الخير. أبلادنا وأولادنا ذوكا واش راهم يعطونا في الكبرى. حنا شوف هذا اللي سوا سوا حنا خالقين قدام الثورة قدام الثورة واللي أولادنا ندعوهم بالخير والغفران والرحمة إن شاء الله. واش راها بلادنا وأولادنا نعطيهم في دعوة الخير. حنا ما ذوك فلاح ذوك الدولة ما طلبتها شي حاجة. تفكيت؟ ها ها
هاي ورا القدم هذه اللي ياك تخدم بها. اي والحمد لله على الصحه والعافيه. الحمد لله سيدنا ياكل ماما حد الجملة مكان. ها والله الخوار. الله يرحم والديكم ان شاء الله ويغفر لكم ربي ان شاء الله ويحفظنا ربي ان شاء الله. الصح رانا شاهيين نكملوا رانا نخدموا ندرو الزيتون منا ورانا نكملوا وليدي الصالح طبيب الصالح وهذا ثاني وليد ابن عمي ثاني. هاي والحمد لله نحمدوه ونشكره. الحمد لله الحمد لله لا انا نعمره فيها وما احتجناش الحمد لله اليوم نعمره في البلد وما احتجناش. الحمد لله الحمد لله. هذه نخدم بها.